رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصيام. نتذكر في مثل هذه الأيام فتح مكة التي هي من أعظم ما من الله تعالى بها على نبيه صلى الله عليه وسلم، ذلك الفتح العظيم الذي ما زالت تتشوف إليه النفوس وتتطلع إليه القلوب. فتح مكة أعظم الحصون والقلاع التي كان يحتمي بها أهل الكفر، فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من غير دم مهراق. فتح مكة فيها كثير من التفاصيل، إلا أنه ما يذكرنا فيها هو ذلك التعامل الراقي منه عليه الصلاة والسلام مع قوم أخرجوه من دياره وآذوه في أهله ونفسه وأصحابه، وصادروا أموالهم وديارهم، وما زالوا يحاربونه السنة تلو الأخرى على مر هجرته صلى الله عليه وسلم 8 سنين. هم يحاربونه بشتى الوسائل، يؤلبون القبائل، يحاربونه في عقل داره عليه الصلاة والسلام، لاقى ما لاقى منهم. وبعد كل ذلك حين يلقاهم يفتح مكة وتكون له الغلبة ويهيمن على الأمر والقرار في مكة، هنالك حقيقة تتجلى أن الإنسان ربما يريد أن ينتقم لنفسه، ربما أن يشفي غليله من أعدائه ومبغضيه، ممن حاربوه وقاتلوه، ممن ناصبوا له العداء. إلا أنه عليه الصلاة والسلام قال قولته المشهورة التي ذهبت موقفا يذكر في كل موقف مثله، يذكر في كل عداوة، في كل خصومة تتجلى فيها رحمته صلى الله عليه وسلم، تتجلى فيها نبوته ورسالته التي ما انتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام قط، إنما كان غضبه لله عز وجل. حينها قال ما تظنون أني فاعل بكم، كيف أفعل بكم؟ أنتم حرتم، لم تجعلوا وسيلة للانتقام إلا وسلكتموها، للإيذاء إلا وفعلتموها، لم تدعوا سبيلا لأي صلح. فماذا يقولون؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. طيب كان كريما ما فعلتم ما فعلتموه، إلا أنه قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. نعم، نأخذ أول اتصال إن شاء الله. نسرين من الفلوجة، حياكم الله، تفضلي نسرين. تفضلي نسرين من الفلوجة. يا أخي بس عندي والدي كل ما تجينا غسلة يعارض لي. نعم، عندي والدي كل ما تجي غسلة يعارض لي، شنو هالحال مالته؟ يعارض قسمتك؟ اي شرعا لا يجوز للأب أن يعضل ابنته. شخص مثلا هذا لا ممكن، هذا محاشي، هذا حاشة ضعيفة، ما يقبلهم. طيب عمامش ما يتدخلون؟ أحد يأثر عليها؟ ما يوافق. يقول له هذا حرام، يقول له أنا ما أريد أخليني نفسه. لا يجوز، لا يجوز شرعا للأب أن يعضل ابنته أن تنكح الكفر. حيث السؤال القيامة نحن عندي خواتي اثنين همات زوجتهن وهم خليني يروح لهالي. نعم، احنا نوصي الاب انه ارتكب هنا محذورا شرعيا حين يعضل البنت او يمنحها عن زواجها ممن هو كفو، وهذا احيانا مرات حقيقه. نعم، في مثل هذه الامور يتدخل من يؤثر على الاب لحسم الامر، لانه حقيقه فيه ضرر بالغ على البنت التطلب والشروط ووضعها في هذا الموضع. والله يا شيخي ليش تجيب علي بحالتنا حال، ما استعد، وتعرف انت شوي تعباني. نعم. اجي اقول لك ولا فانت ودود كل ما يجيها، خذلنا خواتي يرجع لعيالهم ما يرضى. لا اقعد هنا ما زلنا مسجونين، خليهم يولون، ذولا مو خوش. تعرف انت الواقع، هم اللي يقدرون عارضين. اعانكم الله، حقيقه واحد يستعين بمن يؤثر على الاب يغير قراره، وبعدين هذا الامر هو لا يحق له، هذا ضرر الاجحاف، والله عز وجل نهى ان يعضل الاب ابنته. والله زين على مخش كثير، هذا ضربك، هذا حتى داش، هذا خليل ولي، شو اقول لك؟ طبعا اذا كان هو ما يصلح، اذا يشرب، اذا اخلاقه مو زينه، طبعا هذا حق الاب، لكن اذا يجي الكفو، احنا نتكلم في الكفو. من ترضون دينه وخلقه. إذا ما شوفوا بعين يا ويلي من الله، لا شوفوا بعين، هم ما راح يتهموا هذا مقوش هذا. أي نعم.
أعانكم الله على هذا الابتلاء. يعني واحد إذا جاء الكفؤ ترضون دينه وخلقه، النبي عليه الصلاة والسلام قال فزوجوه، هذا أمر منه عليه الصلاة والسلام، وإلا تكن في الأرض فتنة وفساد كبير. طيب اتصال آخر. عبد الله من بغداد حياك الله. أم عبد الله. أم عبد الله حياك إن شاء الله كل الهلا. أسألك يا شيخ. إيه تفضلي وياك اسمعك. أنا زوجي مفقود. نعم. وكان عندي راتب بس انقطع، وعندي خمس جهات، والناس جاية تعطيني، هل يجوز الفطرة؟ لا ما تجب عليك الفطرة، إذا أنت أصلاً مو غنية لا تجب عليك الفطرة. ما تجب عليك الفطرة. أم عبد الله لا تجب عليك الفطرة، الفطرة أخواني على الأغنياء، الذي عنده يزكي ماله، عنده فوق الست أو سبع ملايين ونصف وحول عليه الحول ويزكي، هذا تجب عليه الفطرة، دون ذلك لا تجب عليه. نعم. محمد حياك الله. تفضل أخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. واللاتي هاي سورة الفاتحة السبع المثاني سبع آيات. ايه طيب سبع آيات تمام تمام. ليش ما يقرون البسملة اللي هي آية يقرون ست آيات معناتها سورة الفاتحة نقص؟ لا مو هي من الفقهاء من يعتبرها آية كالشافعية فتكون سبعة، منهم من لا يعتبرها آية ويقف على غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهي اكو يعني ترتيب الآيات، من لا يجعل بسم الله الرحمن الرحيم آية يخلي آية في نهاية غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيخليها آية فصل سبعة، أما من يجعل بسم الله الرحمن الرحيم آية يجعل هاي الأخيرة كلها آية واحدة، يعني هذا الفرق. فهي سب باتفاق بإجماع. تقول أنت ليش ما تسمي، ليش ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ليش ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم من تقرا سئم الناس؟ يقول الحنفيه ما يقولون، مو بس الحنفيه، تسال الثاني، تسال الثاني يقول انا سم بقلبي، يعني بس مو يعني مو معناته ناقصه. لا لا حج عيني حج محمد، الان سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه يقول صليت خلف النبي عليه الصلاه والسلام وخلف ابي بكر وخلف عمر وكانوا لا يجهرون ببسم الله، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا ثم يقول الحمد لله رب العالمين، هو مو ما يقرأها، يقرأها بالسرا، بسم الله الرحمن الرحيم يقرأها سرا، وذلك مو بس الحنفية، جمهور الفقهاء على أن بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ سرا مو جهرا، الشافعية عندهم جهرا، فهي تقرأ لكن سرا، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم الحمد لله رب العالمين يجهر بالحمد هكذا. أما هي كونها سبعة، هي كونها سبعة بيجمع العلماء أن فاتحة الكتاب سبع آيات، من يجعل بسم الله الرحمن الرحيم آية بالأخير يجعلها آية واحدة، ومن لا يجعلها آية يجعل الأخيرة آيتين غير مغضوب عليهم ولا الضال. نحياك الله أخويا الله يحفظك. معي اتصال آخر. رائد حياك الله من نينوى من الموصل. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. شيخي شلونك؟ الله يخليك طابلونك. سؤال بحيث يعني الفدية. اي والدتي نعم لا تستطيع الصوم. اي يعني يجب ان يدفع عنها الفطرة يعني العقول الفدية؟ لا هي مو هي اذا عدها هي تدفع، اذا ما عدها انت تتبرع من عندك. لا لا ما عدها هي ويا يعني بالبيت. اذا تتبرع من عندك متفضلا لا بس. نعم. اذا انت تنفق يعني عليها اي تدفع لها شيء. يعني اقول لها لو ما يجوز يعني. لا لا ما يحتاج، انت مو تصرف عليها؟ نعم هي وياي بالبيت. اي خلاص من جمله المصرف لك حق تنطيها لا بأس. وسؤال ثاني يعني. اي نعم تفضل. عندي مبلغ يعني من المال صار من سنه بس انه مو تحديد يعني بالشغل يعني بعمل. اذا يعني 11 مليون. اي هاي عليهن زكاه. هل يجوز عليهن زكاه لو ما يجوز؟ طبعا اذا تمرنت عليهن سنه يجب عليهن زكاه. نعم نعم طال السنه. اي عليه الزكاه يعني ايش قد المليون؟ هو العشر ملايين، المليون عليه خمسة المليون 25000 يعني 250 225000 عليك 225000. جزاك الله خير. جزاك 275 العفو 275 275 يعني 275. اي نعم 275000. جزاك خير. جزاك خير. حياك الله والديك. الله يحفظك والديك. حياك الله. هلا عيني.
اي نعم. ام عائشه حياك الله. حلو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شيخ انا ما صرت، انا قلت لك عمود زوجي. نعم. اي يعني صار 6 سنوات كان عمر بنتي، هسه انا ما شاء الله كبر 6 سنين وما اعرف مصيره لحد الان، ما اعرف مصيره. وانا قاعد يم اهلي. نعم. اي هنا انا ابوي يقول لي بعد ما نتراجع عليهم شيء انتهى، لان انا ما عندي اهل، يقولوا لي تزوجي وشوفوا مصيرك، وما حد يصرف على بنتي، وانا عندي طفله واحده وما عندي حد يصرف علي. والله يعني ترفعين امرك الى القاضي، واذا هذا يطلقش، لان هذا ضرر، يعني هالمسافه يعني الفراق طويل، وفعلا اذا المصير مجهول حسب طاقتك، اذا تصبرين واحد، بس اذا لا عندك مصرف لا يعني واحد كذا، فيمكن ترفعين امرك الى القاضي وتطلقين، ويعني تشوفين دربش، لعل الله عز وجل يهيئ من يعني يتولى امرك وامر طفلتك ان شاء الله. ان شاء الله. ام بها حياك الله. ام بها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، بس ارفعين الصوت ان شاء الله يعزك. الصوت ضعيف جدا. اي اسمعك اسمعك. ام بها اسمعك بس صوت شوي علي اذا مو زحمة. انقطع اتصال. طيب. نرجع يعني احداث فتح مكه اليوم، النبي عليه الصلاه والسلام لما تتجلى فيه هذا الرحمه، لانه هو ما جاء الا رحمه للعالمين، فيعني هدى الله هؤلاء الذين يعني بهذا الموقف اسلم الكثير وتابع الدين ونصر الدين في مواقف كثيره، واصبحت مكه دار اسلام. ايضا من المواقف التي تتجلى في حقيقه هو مدارات النبي عليه الصلاه والسلام لبعض يعني من كان من صناديد قريش كابي سفيان، فقال من دخل دار ابي سفيان، لانه قال العباس يقول عنه رضي الله تعالى عنه سيدنا العباس انه يحب الفخر، فالنبي عليه الصلاه والسلام جعل له شيء من الفخر في هذا في الفخر في هذا الباب. ايضا يتجلى ان النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل مكه كان يوم عظيم، لان مكه هي اعظم البلاد عند العرب. نعم. فائزه حياك الله. حياك الله فائزه، تفضلي. تفضلي. حرك الشيخ، انا ما اقدر اصوم. اي مريضه. اي مريضه، يعني طالعه حاله نفسيه وما اقدر اصوم. يعني هاي مزمن المرض مو مؤقت. اي تدفعين عن الشهر لو 45,000 لو 21 كيلو طحين او حنطه، وحالتي الماديه ضعيفه، انا ارمله وراي 7 ايتام. يعني ما يجب عليك كل شيء حجيه، يعني ساعة شلون؟ اي كل شيء ما عليك، ها هي انت ما تقدرين تدفعين فدية، ما عندك تدفعين فدية سقطت عنك. وإذا عندك تقدرين تطلعين شوربة يومية لعائلة فقيرة يمش، فشي من ما تطبخين من البيت إلى عائلة فقيرة يومية تطلعين مال ماعون هم يجزي إن شاء الله. واضح؟ جي. اتصال آخر، نعم ناخذ اتصال. رائد بالانبار حياك الله. حياك الله شيخ. شيخ الله يخليك يحفظك. الله يحفظك شيخ. اثناء هاي رمضان اي بالعشر الاخر نعم جماعتي هي الزوجه معظم مؤدي الجامعه، فمن ورا ما جامعت اذن عاد بديت الاذن يعني قاعد يصلون. اي يعني كل شيء ما هو تغتسل وتروح تصلي، كل شيء ما اخذنا يعني لا باس ان الانسان يصبح جنبا او حتى يكون يعني قبل الاغتسال ويؤذن الفجر وهو على الجنابه ما عليه شيء. لا شيخ بسنا قبل اسبوع. ايه فهو مؤذن وان جامعت يعني شلون قاعدين يوم جامعت ما تدري ما عبالي اني مأذن ما عبالك ما عبالك يعني ما عليك شيء ما عليك شيء، لان هذا انت مو متعمد، اول شيء هذا خطا في معرفه الوقت، والصحيح ان الخطا من قاعد ثاني ما عبالي اني مأذن هناك. واضح هي ما جبت قاموا يصلون. والله واضح اخوي رائد، هو ما عليك كل شيء ما عليك شيء لانك غير متعمد،
هذا الخطأ والنسيان رفع عن أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الصحيح عند الفقهاء أن الخطأ يقاس على النسيان، كل شيء ما عليك إن شاء الله. حياك وياك الله يسلمك. نعم تمر حياكم الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ إذا ممكن تجاوبني على الخط. أي تفضلي. شيخ أني أرملة. نعم. وعندي بنات اثنين صغار ابتدائية. نعم. سجلتهم عند مدرسة خصوصي بس الإنجليزي، أنا ما أعرف عربي. سجلتهم يلا تأخذهم إنجليزي، هو الكتاب تأخذ عليه 10. نعم. أنا قلت لها ما عندي. إيه. يعني رخصي لهم، هي هن اثنين، قلت لها سوي لهم اثنينهم ب 15. إيه. بالشهر. إيش قد يتقسم الشهر؟ الشهر مو يتقسم يعني كل 10 أيام 5 يصير. أي نعم. إي هي 10 أيام وطردت البنات، قالت ما أستلمهم بعد. إي. يعني شو يصير؟ مو يصير لها حقها 5 بس؟ يعني 5000؟ إي نعم صحيح. إي. طردت البنات، يعني مصيت لو يا جماعة قايلة أريد الفلوس من عندها. رحت عليها أنا قلت ما آكل حقها. أخذت لها 5000 مال 10 أيام ورحت عليها. نعم. قلت لها هاي أنت طردتي بناتي، قلت ما أستلمهم بعد. وأنا وياك متفقين على 15 بالشهر. نعم. من يخلص الشهر. تقول لي لا أريد ال 15 كلها. مالت الشهر كله ال 15 أنا درسة ما مدرسة ال 15. قلت لها ما يصير، أنت كل 10 أيام هي 5. أي صحيح. تقول لي لا أنت لا محلل ولا ما هو، أني أريد 15 كلها. ما لها حق تحلل ولا ما تحلل، هي أصلاً ما لها حق حتى تحلل أو توهب، هي ليس لها حق عندك. يعني هل أنا آتي يعني ما لا لا ما عليك حقها 5. لا ما عليك تنطيها 5، تأخذها ما تأخذها أنت ما عليك كل شيء. أنا انطيتها 5 قلت حق الله 5 يعني ما إيه هاي انطيها 5، أخذتها ما أخذتها أنت ما عليك شيء يعني شرعا ما عليك. تأخذها تقول لي لا أريد ال 15 كلها. مالها حق. مالها حق. تقول لي روحي قولي بذمتك وأنت وأنا. لا كل شيء ماكو بذمتك. كل شيء ماكو بذمتك. شرعا ماكو شيء بذمتك. يا قلت أنا خل هل أنا آثمة. لا لا مو آثمة. الشهر هي بس 10. إي لا مو آثمة. هي بس 10 أيام درست. مو آثمة، هي تاخذ الخمسة تاخذها، ما تاخذها انت كل شيء ماكو بذمتك. يعني لا يعني تطلبش ولا لها شيء يمك. يعني انا مقسمة صدق يعني حق الله مقسمة. اي نعم نعم، انت مقسمتها، وان كان هو حتى من تبطل المفروض كل شيء مالها، لكن على كل حال 5 ابراء للذمة، تاخذها، ما تاخذها انت ما عليك كل شيء. شكرا حياك الله. على هاي لا حياك الله كل الهلا. الله يحفظك. محمد بن سامرة حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، كل الهلا عيني. الله يبارك كريم علينا وعليكم ان شاء الله بالخيرات. ولات عندي اخوي، انا اخوي عندي فاقد ذهني وانا خيم عليه امر المحكمة. اي. اقدر اودي هو عنده يعني عنده راتب وانا قاعد اصرف عليه من عنده وهاي اودي. أي. بس شوية عشانك مو تمام. اي. فاقدر اودي من المرضى العقلية. عادي يعني مثلا وين توديه؟ المستشفى مرام العقلية هو مستحق برا يعني مكان يدخل المستشفى. اي عادي شنو اللي بيها؟ اذا ما تقدر تداري وهم يداروا لا بس يعني. يعني وانا اروح اراجع راتب انا قاعد اشتغل براسه يعني حقيقه. يعني اخي اذا انت تتابعه وتصرف عليه واللي يحتاجه النواقص تتودي له لا بس يعني. اه زين مناسبات لازم نواقص شويه اقدر مثلا استخدم الليه تبغى انا قاعد اراجع وكذا. اذا تابعه لا بس، المهم يكون بذمتك يعني تتابعه تشوف وضعه زين مو زين بالمستشفى، اذا ما يداروا ترجع يمك يعني لا بس. اي لو حد دخل المستشفى يعني مثلا اوصف عليه واروح اراجع وجايبه يعني حستخدم الليه وجاري وكذا انا مصاحب عائله. اي لا بس اذا يداروه مثل ما يعني يبقى وضعه زين لا بس يعني شنو الضير؟ اها اي ما اشكرك. حياك الله عيني. الله يعينك ان شاء الله. الله يحفظك. اي طيب. اتذكر كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكه ويعتبر اكبر حدث في الاسلام في وقته، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ويعني اللي قالوا اليوم يوم الملحمه قال بل اليوم يوم المرحمه.
وطأطأ النبي عليه الصلاة والسلام رأسه تواضعا لله عز وجل، يعطي إشارة النبي عليه الصلاة والسلام كان سيد المتواضعين، يعني في موقف الفخر تواضع وطأطأ رأسه وما تكبر عليه الصلاة والسلام. حقيقة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة تحتاج إلى يعني الوقوف عند كل موقف من هذه المواقف. حين ينتصر لم ينتصر لنفسه، بل يعني خضع لله أن الله من عليه بهذا النصر. لما يعني تمكن من أعدائه رحم بهم وقال بل اليوم يوم المرحمة، اليوم أرحمهم رحمة، يعني هذا في أعدائه وخصومه، فكيف بأحبابه؟ كيف بك وبي الذين يصلون عليه صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون منهجه؟ لذلك قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، الذي كان عليه الصلاة والسلام يعني يشتاق لأحبابه، قالوا ليسنا أحبابا، قال بل أنتم أصحابي، يشتاق إلى أولئك الذين آمنوا به ولم يروه أمثالي وأمثالك وأمثال المسلمين اليوم، يشتاق لهم صلى الله عليه وسلم ويشفع لهم يوم القيامة، حتى أنه عرض عليه أن يدخل نصف أمة الجنة أو الشفاعة، قال بل الشفاعة. فهذه الشفاعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان كما قال عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فحين نرى رحمته بأعدائه نعلم مدى ما أودع الله في قلب هذا النبي العزيز بأمته، الرؤوف بهم، الرحيم بأحوالهم، العزيز عليه عنتهم وإعراضهم عن أمر الله عز وجل، أودع الله لأنه كان رحمة مهداة، كان رحمة تمشي على وجه الأرض. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على هذا النبي الرحمة المهداة. فكيف لو أن الإنسان يكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، اليوم يوم الجمعة يسمع الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، فيكثر المرء من الصلاة عليه حتى تصل ويسمعها ويكون لك رصيد عنده عليه الصلاة والسلام يشفع لك بها يوم القيامة. هذا النبي عليه الصلاة والسلام حين تذكر موقفه في مكة كيف أيضا فتح الله عليه بعد الهدنة، يعني في صلح الحديبية التي كان يظنها الناس أنها هزيمة وانكسار، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استغلها سنتين، يعني جاء ب3000 ثم جاء بعد ذلك ب10000 جندي في فتح مكة. كيف فتحت خلال سنتين؟ فتح الله به القلوب، حتى سمي الفتح الأصغر. أحيانا الإنسان يتصور أن بعض الاتفاقيات وأن بعض يعني المواقف قد تكون هي بالنسبة له هزيمة، ولكنها هي نصر جعله الله عز وجل. ظاهرها يعني ربما فيها بعض الصحابة اعترضوا وكان لهم فيها يعني موقف معين، حتى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما تكلم فيها قال ما زلت يعني تمنيت لو أسلمت بعدها حتى الإسلام يجب ما قبله، لشدة الموقف. كان هول الموقف قوي على الصحابة، تصوروا أن فيه نوع من الهزيمة. طيب أيضا كان في صلح الحديبية كان لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة وذهب الصحابة ولم تتحصل، يعني تعجبوا، فقال أقال هذا العام؟ هذا أيضا يؤمن بأن الإنسان النصر أحيانا يتأخر، تتصور أن النصر ينزل هذه السنة هذا اليوم، لكن تأخيره لحكمة أرادها الله عز وجل، وتوقيتات، هو المقيت، هو الذي يوقت كل شيء ويجعل له حد وأجل معلوم، متى يأتي النصر، متى تكون، متى، ما هو الأسلم له، ما هو الأفضل له. أحدنا يعجز أن يعرف تدابيره، ولذلك يستعين بالله عز وجل، يسلم الأمر إلى الله عز وجل ويلجأ إليه كما فعل عليه الصلاة والسلام وكما فعل الصحابة، الرضا التام. وإذا بهذه السنتان بهذين السنتين تنقلب تلك المحنة إلى منحة عظيمة، يدخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا، يصل الإسلام إلى الجميع بالسلم ما لم يصل بالحرب، لنعرف أن الحرب ليس في شريعتنا أساس، بل هو ضرورة، إما هو لدفع المعتدي أو لما يعرف بسياسة الردع، ترهبون به عدو الله وعدوكم، حتى لا العدو يقبل، لما يعلم أنك قوي أقل شيء تردع، يرتدع من الخوف أنه فلان قوي لا أستطيع، لكن لما يعرف أنه ضعيف. وبالتالي هذه سياسة الردع سياسة عالمية، فالحروف في الإسلام لا تقع إلا إما دفاعا عن النفس كما فعل في أحد والخندق، أو أنه في سياسة الردع، حتى قال حتى تعلم أن فينا قوة. نعم نأخذ اتصال. أبو قاسم حياك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. سلامة الله، حياك الله. شلونك شيخ؟ الله يخليك يحفظك. أبو قاسم إيه كل الهلا عيني، الله يعزك. شيخ الحمازية أنا ما صايم. أي. وأودي يومي لبن وتمر للجامعة أو الفقراء. أي نعم. تصير هاي الشغلة لو ما تصير. إيه لا تصير، الصير هو هذا، يعني مرات واحد يقول أنا ما عندي فطرة، نقول يا بطلع من أكل البيت من الفطور
الى اي عائله فقيره قريبه عليك تمر ولبن وشوربه وغيرها، هاي تجزي ان شاء الله. اي نعم. انا يوميا اودي للجامع لو اودي الفقراء. اي ها هي للفقراء، احنا مال الجامع ما نعتبرها، نعتبر مال الفقراء. مقبوله يعني. اي اذا مال الفقراء لا بس اطعمهم ان شاء الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير. حياك الله يحفظك يا زين. كل الهلا. يعني هذه الفطرة احيانا ايضا نقف عندها، واحد يقول احيانا انا ما عندي، والفطرة ترى يعني هو اطعام مسكين. يعني لو ان الانسان يوم يطلع تمر الى اي عائلة فقيرة، الى اي شخص فقير، تمر ولبن وياه يوديه له ويفطر عليه، هذا هو يجزئ. او يطلع له شوربة، يطلع له من اكل البيت اليوم مرقة مسوي كذا، ويودي له اي يعني فقير قريب عليه او ابن جيرانه يشعر ان اموره تعبانه. فقير شنو فقير؟ قال الفقير الوارد ما له اقل من اللي، يعني مو معنى فقير معدوم كل شيء ما عنده في الدنوب، لا يعني يجي وارد لكن يعني ما يكفي. فهذا هو الفقير، يعني يجي وارد مثلا 300 400 الف او يشتغل عماله 10000 5000 باليوم وهو ما يكفي الا 20000 باليوم مثلا، او مليون دينار او 700 الف بالشهر. فهذا هو فقير يعتبر. يمكن تعطيه يعني سيدنا ابن سلم بن مالك رضي الله عنه كان يسوي جفنه مثل يعني شلون نقول احنا هذا الثريد ونحو ذلك، ويدعو 30 شخص وياكلهم، ها هي هذا مكان الشهر كله. فالموضوع حين، يعني انت لا تذهب الى التقييمات واني ما عندي واني كذا، يمكن هذا التمر البسيط، يمكن هذا الاكل تاكله بالبيت المرقه، تطلع من عندها الى عائله فقيره. اذا العائله الفقيره خمسه انفار احسب هاي مال خمسه ايام وهكذا. يعني الدين يسر، يعني حتى لا نذهب الى التجديدات. واحد هذا يبرئ الذمه، قال والله ما عندي يعني هدوب الاكل يلا يكفينا، قل سقطت عنك، يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني ما عنده يدفع فديه ما عليه، سقطت عنه الفديه لمن يمتلك، لمن عنده ينطي، اما ما عنده. ايضا زكاه الفطر نكرر كثيرا، زكاه الفطر على راي الساده الحنفيه وهو الراجح والله تعالى اعلم انها مثل زكاه المال، لا تجب الا على الاغنياء. قال أنا والله مو بنفسي ويعني أريد أدفع وكذا، لا بس تدفع أدفع، يعني تجد ما تدفع لا تكلف نفسك فوق طاقتها. أنت المصرف هدوبة يكفيك، الوضع هدوبة يكفي، خلاص أنت ما مجبور تنطي. لا والله أنت مترهي أمورك زينة، تقول أنا مو غني، يعني ما عندي مثلا 8 ملايين ما الزكاة، لكن يعني أموري طيبة، عندي راتب وضعي زين، أريد أنطي، خلاص أنطي. يعني الحد الأدنى 2000 دينار 2500، يعني هذا كله لا بس. يعني اقصد ان الانسان لا يذهب الى ان يعني يحمل نفسه فوق طاقته، ان يكلف فوق يعني وضعه، لا يعطي ما يستطيع، ما لا يتكلف به، ما لا يلحق به ضرر، ما لا يصيب حرج، يبقى في دائره العفو والمقدره. ما كلف الله نفسا فوق طاقتها. نعم. اتصال ابو عبد الله، حياك الله. شيخ الله يخليك. سلام، حياك الله. يطول عمرك يبارك فيك. الله يخليك. الشيخ الله يخليك. اي جواب. بس مجرد ان نعرف ايش قد مال الفتره الصوم الله يخليك النفر. والله لا تقل عن 2000 دينار، وبعضهم يقول 3000 4000، يعني واحد كلما زاد اذا عنده ممكن اكثر، لكن يعني مو اقل من 2000 دينار عن النفر الواحد، 2000 2000 ونص. ابو عبد الله مو اقل من 2000 دينار 2000 ونص عن النفر الواحد. جزاك الله خير. جزاك خيرا منه. ممنون. حياك وياك. اين بشير؟ حياكم الله. اهلا بك. السلام عليكم. الله يخليك، حياك. شلونك شيخ؟ شلونك؟ الله يحفظك يسلمك. حياكم الله. انا سويت عمليه يا العزيز. نعم. عمليه ما زرع كذا. نعم. طيب، ما عندك غير العافيه ان شاء الله. يعافيك الله. والدكتور قال لي السنه ما تقدر تصوم. اي يعافيك الله، رحم الله والديك. والديك. اي ما صوم. لا تصوم لان الطبيب منعك. يعني ورا السنه شوف وضعك شلون، ورا السنه شوف وضعك. اي نعم. نعم. ورا السنه شوف وضعك. استقر وضعك تقدر تصوم اقضيهن. تشوف زحمة القضاء ادفع فدية. حياك الله. طيب، طيب
يعني ايضا هذه قضيه الامراض، هو الاصل ان الانسان اذا يعني في المرض، فمن كان مريضا او على السفر قال فعده من ايام اخرى يقضي. قال والله انا ما اقدر اقضي، مرضي مزمن، وضعي ما يتحمل. نقول اذا خلاص يصار الى دفع الفديه. قال والله ما استطيع ادفع فديه. خلاص سقطت عنك. يعني لا يوجد في الاسلام يعني تكلفه فوق الطاقه، والانسان يبقى كل التكاليف في حدود المستطاع والمقدور عليه. طيب احنا ايضا في هذه الايام ايضا كما لا يخفى انه يعني واحد يسال عن قضيه قيام الليل، يعني ذكرتها بالامس واكررها، يعني الحد الادنى الذي ذكره النبي عليه الصلاه والسلام من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعه فكانما قام الليل كله. هذه بمقام كذا، يعني هذه طبعا تصير اقل من قيام الليل. يعني شلون من ادى من يعني بعد الفجر بقى الى كذا فكانما اعتمر، يعني هذه اقل من العمره. شلون الان نقول فلان سفير بدرجه وزير، يعني الوزير اعلى منه لكن بدرجه كذا، يعني هكذا. فنقول هذا بمقام كذا عند الفقهاء، معروف انه هذا اقل من الفعل نفسه. طيب قال لا انا اريد اروح الى قيام الليل. قل اقل شيء يعني يتاتى قيام الليل ولو بركعتين او اربع ركع او ثمان ركع، لان حديث من قام ليله القدر هنا ليله ليس مفعول به، انما ظرف، يعني من قام في ليله القدر، لان قام لا كما لا يخفى هي لازمه لا تتعدى الا اذا ضمناها معنى احيا، فنقول من احيا ليله القدر. لكن الصحيح انها هنا ظرف، يعني من قام في ليله القدر، فهنا على الظرفيه، كما من صام من شهد منكم الشهر، اي شهد ايضا هنا ظرفيه كما الحال في من قام. فمن قام عند العلماء من صلى ركعتين فهذه من نعم من قيام الليل. طيب مجبل حياك الله. مجبل تفضل. حياك الله. يعني الشيخ على من قراءة القرآن بالقرآن. ايه. قبل الصحابة رضي الله عليهم، يعني كانوا يقرؤون القرآن يعني يختمونه بثلاث ايام، وبعدين اكو ختمة يختمون بالسنة مرة، يعني انا ما هيك اكو حديث او كلام يعني من قبل الصحابة رضي الله عليهم. نعم. لا هو الإنسان يعني الأولى تكون له ختمتان، ختمة هاي سريعة ثلاثة أيام يوم بهم، يعني الآن دا يختم باليوم ختمة ثلاثة أيام أسبوع. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فقه من ختم يعني من أكمل القرآن بأقل من ثلاث، يقول ما فقه. ليش راح يقرأ بس يقلب صفحات هكذا سريع؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني علمنا أنه أقل شيء ثلاثة أيام، هاي وحدة، هاي الختمة التي قراءة فقط. أكو ختمة التدبر، يعني الإنسان أقل شيء تكون له باليوم نص صفحة صفحة يقرأ تفسيرها، يقف على معانيها، هذا لغير المتخصص يحتاج إلى يقرأ ولو بالسنتين مرة قراءة، يقف على معاني الألفاظ إلى دلالة المعاني، يفهم يقرأ تفسير ويا القرآن ولو تفسير ميسر. فيعني الإنسان يكون له قراءتان، قراءة تدبر هاي خليها سنة سنتين، وقراءة سريعة لا بس لا تقل عن ثلاثة أيام كما في الحديث. نعم شكرا جزيلا، بارك الله فيك. حياك الله يحفظك يعزك. طيب يعني ايضا قراءة، يعني احنا نكمل قضية القيام كما اقول، واذا كان ثمان ركعان هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ايضا صلاة التراويح قال انا صلي التراويح فقط، صلاة التراويح من صلاها فيعتبر قيام ليل، يعني من صلى تراويح كل رمضان فقد ادرك ليلة القدر قطعا، لانه هو احدى ليالي الشهر وهو قامها صلى التراويح. يعني من لم تفته عشاء في جماعة أو ثمان ركعات في رمضان صلاة جماعة أو منفردا فقد أدرك ليلة القدر. يعني لا يعني أن تقوم ليلة القدر أو تدركها أن تبقى كل الدقائق، لا، يعني هذا الأفضل الأكمل. إحنا لا يخفى هنالك تفاوت درجات، الذي يبقى كل الليل قاعد و يديم على ذكر الله عز وجل ويسبح إلى آخره، هذا طبعا قيام سبيشال درجة أولى. أقل منا من الذي ربما نام قليلا يتقوى، واحد قال والله أنا تعبان جسمي ما أتحمل أظل قاعد لازم أنام حتى أرجع أكمل على الطاعة، هذا نوم عبادة واستيقاظ عبادة، يعني يحتسب على الله النوم ويحتسب على الله القيام. ليش قال مو أنا ما أقدر؟ يعني حتى الأكل، يعني الفطور والسحور، هذا الوقت التقضي في الفطور والسحور أنت تؤجر عليه. ليش؟ لأن أنت تتقوى به على العبادة، لولا أنت ما تقدر تقوم. فنومك تتقوى به تؤجر عليه، الطعام تؤجر عليه، استراحتك يعني تقعد وراء الأربع ركعات تستريح شوية أيضا، هذا عبادة. هذه بالتالي كل ما تخلل العبادة أو تقوى بها على العبادة فلك فيه أجر، لأنه داخل
في دائرة العبادة. هذا أيضا يحتاج احتساب، منه نعرف من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يحتاج أن تحتسبها كل هذه، تحتسبها تقول ربي أنا احتسب عليك النوم والقوم والراحة والقعدة والروحة والجي، كلها تحتسبها فتؤجر عليها جميعا. هذا من فضل الله عز وجل علينا، ومن فقه التعامل مع الطاعات والعبادات، يحتاج إلى فقه، يعني إلى فهم، إلى كيفية. هذه الكيفية أن تستمر عندك آلية الاحتساب لكل الدقائق والثواني، الراحة، النزهة، حتى القعدات، حتى تقول والله احتاج اترفع، يعني اسولف او احكي ويا اهلي ويا اصدقائي ويا كذا فالدقائق معينة، حتى شوية انفح عن نفسي وارجع للعبادة، هاي ايضا تؤجر عليها، لكن اذا ما طلعت يعني رون سايد بالغيبة والنميمة. اقصد هذا كله يعني لا بأس ان الانسان يتقوى بها، لكن يحتاج الى فقه الاحتساب، ان يديم على نظرية الاحتساب حتى تحسب له. هذا هو إدراك ليلة القدر يتأتى بهذا، والإنسان يوقن أنه يعني بعضهم يقول خاف إذا نمت تروح عليه ليلة القدر، ما له علاقة، يعني هو أنت صليت العشاء ثم صليت التراويح أو القيام ثم نمت ارتاحت شوية وأكلت وقعدت على السحور وصليت الفجر في جماعة، أنت أدركت ليلة القدر. لكن لا يخفى أن ليلة القدر كما لا يخفى أنه يعني يكون للإنسان فيها رصيد من الدعاء. أنا أكرر على قضية الدعاء في ليلة القدر، لأن فيها يفرق كل أمر حكيم، والدعاء يكون فيها مستجاب لنزول الملائكة ولتجلي الله عز وجل على عباده، كذلك يتباهى الإنسان بكثرة العبادة لأن الله يباهي بهؤلاء ملائكته. أم أحمد من الموصل، حياك الله. عليكم السلام. سلام، حياك الله. حياكم. تفضلي. أريد أسأل على مدى الفترة. إيه. عندي بنتي ضعيفة حال. اي نعم. وما عندي امكانية زايد يعني انطيها الفترة، يصير لها تنطي رجلها، انطي رجلها، رجلها ام نعم. احمد انطي زوجها. نعم شيخ، انطي زوجها، زوجها انطي، يصير تنطي زوجها. اي زوجها. اي نعم. اي صير. يصير. اي يصير يصير. ممنون. حياك الله. حياك الله. حياك الله. اتصال في اتصال. يعني حتى زكاة الفطر. نعم. اتصال. طيب. تفضلوا. حياكم الله. حيا الله. الله يجزيك. الله يخليك. والسيد رامو الزخمة ينشر عن القرض. اي. اي نعم. قرض الاسكان، العقار. الاسكان. قرض الإسكان أو العقار جائز مطلقاً. قرض الإسكان أو العقار جائز مطلقاً، أن تأخذه على المبادرة على كذا، لأن قضايا الإسكان كما صرحت لا توجد فيها فائدة، فقط رسوم مصرفية. يعني جائز إن شاء الله. جائز إن شاء الله، وتوكل على الله وصلى لك التوفيق إن شاء الله. الله يحفظك. الله يسلمك. يحفظك. نعم. طيب اتصال آخر، حياكم الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ممكن أحكي الشيخ لما أستاذ أحمد؟ إيه تفضل. وياك وياك تفضل أخويا. أسمعك أسمعك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لا أحكي لك هذا. السلام عليكم. كل الهلا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسليك. بالنسبة للفطرة. إيه. شبيها؟ احنا في منطقه النصر والسلام عندنا جامعين، ما بين جامع ما يبعد يمكن اقل كيلو. اي. فهذا الجامع يقول فطره تصير فلوس. اي. والجامع الثاني يقول ما تصير فلوس، لازم تنطي صاع من او التمر او الزبيب او القطنه او هذا، فما نعرف احنا نتبع هذا نتبع هذا. والله انت مدلل، انت مدلل، تنطي طعام تنطي فلوس. ماذا يقول اذا انطيت المال؟ لا هو خلاف فقهي، يعني هذا خلاف، واحد يقول انطي فلوس، واحد يقول انطي فلوس، واحد يقول انطي، فيجوز تسوي هاي تسوي هاي، لا بس لا حرج. يعني انت بالخيار، انت مدلل، تنطي فلوس تنطي طعام، يجوز الاثنين. اما اللي يقول لك ما يجوز الا فهذا متوهم، يعني هذا راي فقهي، لكن كثير من الامه تجوز. حياك الله وجزاك خيرا منهم.
هنا يعني موضوع أحب أنبه عليه، قضية الزكاة أو زكاة الفطر، مو شرط تقول له هاي زكاة فطر للفقير، ترى هاي زكاة فطر أو هاي زكاة مال، لا بالعكس هذا الأولى أن لا تقول، تقول له هاي هدية، هاي فضل، هاي سلة رمضان، هاي للجهال، هذا كذا، أي عبارة تشوفه مريض تروح تودي له فضل بظرف وأنت تنوي هاي زكاة، لكن يشترط أن تنوي بداخلك هاي زكاة، لكن لا يصح أن تقول له هذه الزكاة وتجرحها، خاصة إذا كان يتحسس يعني، أو تقول له هاي صدقة فطر أو زكاة فطر، لا ما يحتاج، هاي فلوسه خليهن بظرف، هاي المراية تنطي مثل كما ذكرت الأم أحمد مثل الزوج بنتها، هاي للجهال، هاي مصرف، هاي هدية، هاي فضل، شو تسميه سميه هدية، فضل، عطاء، يعني للجهال، للأطفال، أي عبارة، لا بس لا تقول هاي زكاة. انت يعني ما يعني قضيه ان تقول له زكاه ربما تجرح، يقول لك انا فقير او كذا، فالاولى ان نتنزه عن هذه اللفظ، لكن النيه مصاحبه، انت ناوي ان هذه بقلبك هذه، ويعني هذه الاولى، انت يعني السيده عائشه رضي الله عنها كما معروف تطبق قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، كانت تطيب الدراهم، تطيب العطاء، تجوده. نعم ام ياسر حياك الله. هلا انا حياك الله، انت شلونك؟ كل الهلا حياك. الله يخليك، الله يحفظك يعزك، الله يسلمك. حياك الشيخ بعد عمرك. ايه انا عندنا مريضه ودكتور ما خلانا نصوم، قال لا تصومي. ايه يعني حلال وحرام يعني ما لا 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 اذا صومين تأثمين، واجب تفطرين. اي والله بس ام الدار تخربطت بعد. اي ما حرام الصوم، حرام الصومي بعد حياك الشيخ. ايه أنا لا أقرأ ولا أكتب. أي. وختمت القرآن بقول والله أحد كله. أي شلون ختمتي؟ يعني أقرأ قل والله أحد كله لما خلصت يعني غير. إيه هاي أقرأ يعني بس أيضاً تقدرين تستمعين للقرآن يعني يومياً بس. يومي اسمعي للجزء لا بس واحد يرد تقول والله أحد لا بس هذا يكتب له في الحديث من قرأ ثلاثاً كأنما ختم القرآن. يعني لا بس شيخ عمي هل نسمع القرآن أنا أبدا ما تطيع القرآن. اي ها هي خلاص ثلاثة يصير نسوين هاي وهاي جزاك الله. اي هاي وهاي اقرأ قل والله أحد وأيضا استمعي لا بس جزاك الله خير. يعني يا شيخ بعد حياة رحمة أبوك يعني أختم النوبة بروحة نفسي على ستة الحمد. اي لا بس يعني أنا أختم الحمد يصير يعني. اي الحمد يعني هال حافظتهن رددهن. أنا هذا يجربين هاي أصدق. إيه هاي رحمة. إيه ظلك. إيه يرهم يرهم هو واحد لا يكلف الله نفسه إلا وسعه هن هذاني. إن شاء الله. الله يبارك العبد. الله يسلم الله يسلم الله يحفظك. أي خلاص إحنا وصلنا إلى نهاية الأذ يعني إحنا في آخر يعني هذا الوقت دعاء يستجاب فيه كونه يصادف أول شيء إحنا صائمين في رمضان وأيضا جمعة وفي الجمعة الزعلة يوافقها عبد المسلم إلا استجيب له وهذه الدقيقة يعني أكثر الفقهاء على أنها يعني آخر وقت الجمعة. اللهم إنا نسألك بفضلك وجودك ورحمتك كما ينبغي أن نلجأ إليك وأن إليك ونتوسل بك ونضرع بين يديك فلك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. نسألك برحمتك وفضلك وجودك وإحسانك لا بتقصيرنا وذنوبنا وإسرافنا على أنفسنا. نسألك اللهم أن تعاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما ينبغي لجلالك وقدرك وجلاله وقدره يا رب العالمين صلاة ترضيك وترضيه ويرضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة في هذه اللحظات من فيض جودك وعطائك ورحمتك أن لا تدع لنا وللمشاهدين ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا قلبا حزينا إلا فرحته. اللهم ولا مهموما إلا فرحته
ولا قلبا كثيرا إلا بفضلك وجودك جبرته. اللهم بفضلك وجودك ورحمتك فرج همومنا واكشف غمومنا واجبر كسرنا وداوي جرحنا وانعش أرواحنا وبلغنا غايتنا ومقصدنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من فيض جودك ورحمتك الساعة من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. نسألك الفردوس الأعلى من غير عذاب يسبق. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين. نسألك من العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن العافية حصولها، ومن الرحمة شمولها. نسألك اللهم من فيض جودك ورحمتك الساعة أن تمن علينا بالاستجابة، أن تمن علينا وعلى العراقيين وأمة محمد بالفرج القريب يا الله. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد، اللهم وفقنا لمراضيك واجعل يومنا خيرا من ماضيه. اللهم نسألك عيش السعداء ومنازل الأصفياء، وأزل عنا وعن المسلمين التعب والهم والكرب والعناء. واللهم يا رب الأرض والسماء انظر إلينا برحمتك يا رب العالمين. اللهم من أصبح وأمسى ثقته ورجاؤه غيرك فأنت ثقتنا ورجاؤنا يا رجاء الخائبين، يا أمل المنقطعين، يا أنيس المستوحشين، يا دليل الحائرين، يا جابر المنكسرين، يا أرحم الراحمين. ارفعنا في الدارين ولا تضعنا، اكرمنا في الدارين ولا تهنا، أعزنا في الدارين ولا تذلنا، والنا في الدارين ولا تتولى عنا، اعطنا في الدارين ولا تمنعنا. اللهم ارزقنا في الدارين ولا تحرمنا، انصرنا ولا تنصر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا يا معين يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.